وصلتي لداركم وانا راه باقا لي جبده فين انت عجبك الحتيتي وانا اختي بعدا وصلت ونسرحي جيناتي شويه وتكسل ليا مع راساتي وغدا عولي على الخدمه انا سيري ما تفكرينيش يلا سلام عليكم. Seni çok bekledim yollarını görmedim çoktan o gözlerini bekledim seni فين شدا واحد كنزة ما بقاش كتغور تعيط ليا وما تموت فيا سلام كنزة كي دايره لاباس عليك اش اخبارك بخير مالك حبيبه ما تعيطي ما تسولي ما تدوزي دوزي راني وليت كنحس بالملل جا عندي مرحبا بك اي اونلاين واش مالهم كتجوش اي جوش سلام امي ما كي دايره لاباس اختي اش غادي نقول لك من هضره لك داك المشكل بقيتش بديت لندوي معاك ولا نشوفك عارفة عندي خويا سعيد والوقت اللي دارتها الحومة كاملة كدويفك اللي كيقول شكارة اللي كيقول مشرملة حتى واحد ما قالها فيك زوينة وانا اختي ما قدرش نلقى صاحبتك حيت الا شافني خويا معاك يقتل ولكن رحنا صحابات واقيلا وسيتي كلشي ربي كبير اختي شوف بنادم جات فيا الضربه كلشي قلب عليا كاين ما ولكن اختي اللي عندي قلتولك انت عارفه راه مع من شتك مع من شبهتك عافاك عندي طالب واحد بلوكي النمره ما تبقايش تعاودي تصوني عليا ونساي شي حاجه كانت سميتها كنزه واميمه سلام عليك اختي Özledim seni çok bekledim özledim seni çok هاد المرة والله لا بكيت يا كنزة الضربة اللي ما قتلك كتقويك علاش بنادم ما يبغيني حتى ندير عملية جنين علاش بنادم يبغيني وانا زوينه وما يبغينيش وانا خايبه علاش بنادم يبغيني وانا عندي وما يبغينيش حيت ما عنديش ولكن هاد الشيء راه كاع ما غيطيحني انوض نقلب على راسي ونجيبها دراع حقاش ربي ما كيخيب حتى شي واحد صحبه والخاوة حدهم الدجل ما
وانا مشرم لك ندير وجوه صاحبي لو كي داير تدريبت عائله راه خسر واحد السلام عليكم لالا. وعليكم السلام. سلام لاباس؟ صافا الحمد لله. قلت لالا واش ما خاصينكش انا شي بوندوز اللي خصاتك شي وحده تعاونك ولا تبيع؟ خاصني بنت تعاوني ولكن الا كنتي قادانيت عندك ليكسبيريونس. كنت كونطابل في واحد لاسوسييتي ويلا بغيتي جربيني الا عجبتك خدمتي مرحبا. لا بنيتي انا خصني شي وحده اللي تربي لي المحل معلكم فلك. والله انت خالتي جربيني هاش عجبك الخدمه ديالي؟ اجي بلاتي. لا لا كتشوفي بوجهك. هادي راه الشفاره كانوا تكاو لي وضربوني. لا لا بنتي سمحي لي ما نقدرش نخدمك عندي غتهربي لي. لا لا سفيان سفيان اجي حيد عليا هاد خيتي من هنا. لا خالتي الله يسهل. الباب اللي قفلتو كيتسد في وجهي. قلبت على خدمه وما لقيتش بسبب هاد الضربه. ولكن انا عارفه بلي ربي كبير وغايفر لي. حمدتك على اي حاجه طرات لي في حياتي. ها شنو هاد الشيء البرا وصلات؟ ما عرفتش ما لقيتها قدام الباب. صح مكتوبه فيها امي جداك شي الفا فلوس. فلوس حبيت. سلام اختي امي كنتمنى تكوني بالف خير ويكون الالم اللي عندك في وجهك مابقاوش ضارينك بزاف. المهم انا واحد الشخص ما كتعرفيش ولكن انا كنعرفك قبل من الحديث وبقى فيا الحال بزاف. داكشي علاش قررت نعاونك باش ديري عمليه تجميل وترجعي لحياتك طبيعيه كيف ما كانت. المهم هاد البركه كافياك للعمليه خليت لك الراحه كان معاك فاعل الخير. الحمد لله باقي الناس كيديروا الخير وباقي ولاد الحلال. كنتمنى من الله كل من شاف هذا الفيديو ما يحقرش الناس اللي مضروبين في وجههم لحقاش ماشي اي شخص مضروب في وجهه يعني شمكار او مشرمل يقدر يكون غير ضحيه المجتمع. فلنرتقي. شوفي تم معده انا كنشوف يلا ويلا ليه